اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أم. النهاردة المطبخ بتاعنا متنوع. مطبخ من المطابخ الغربية، مطبخ مشهور، المطبخ المكسيكي. بعض المطاعم هنا بتتفتح في مصر يقول لك مطبخ مكسيكي وأكل مكسيكي. عايزك قبل ما تفوتي أو تروحي على المطعم تعرفي إيه هي الأكلة اللي هتاكليها، يعني بتفاصيلها ايه. لما نيجي لتفاصيل الاكله هي اللي موجوده في مطبخنا، اذا كانت المكرونه واحد ولا اللحمه المفرومه واحد ولا الجبنه ولا الطماطم، كله من خير ارضنا. ولكن الفكر الطهوي والثقافه الطهويه وثقافه كل بلد هي اللي بتختلف وبتغير نوع الاكله او شكلها. تعالوا مع بعض النهارده نعمل التاكو المكسيكي. هخليكي تعمليه بالعيش البلدي بتاعنا او العيش الشامي، وخليكي تشتري كيس قد كده فيه 10 لقم من التورتيلا المكسيكي، غالي جدا. انا بعد ما جبته زعلت قوي على فكره، ولكن فكره انك تعمليه بالعيش الشامي هيبقى احلى بكتير من الخبز المكسيكي. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. التاكو المكسيكي اللي بتحشي لحمه مفرومه مع ذره صفراء مع بيض مع افوكادو زي ما انت عايز. هي الفكره كلها نعمل التاكو المكسيكي ازاي بحشوات مختلفه. معانا طبق مكرونه المفضل ليا، مكرونه. هنتغدى النهارده يا حبيبي، هنتعشى النهارده مكرونه بالجبنه الفيتا والطماطم. دي يعني انا بحب اعملها بمزاج، مكرونه بالطماطم والجبنه الفيتا، الجبنه اللي هي قليله الملح او ملح قليل. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، تعملها بينا، تعملها سباكيتي، تفاصيلها بسيطه وسهله. معانا الايس كريم النهارده المفاجاه، ولما نقول حقوق الطبع لدينا وبس مش من فراغ، الخبره الطهويه بتلعب دورها هنا. هنعمل الايس كريم بالجزر، اوعى وشك. جزر هنعمله ازاي؟ ايس كريم اكيد فيه تفاصيل، زيه زي المانجا، سهلت عليك الموضوع اهوت. بس المانجا طبعا مستويه على الشجره ونازله حاجه لطيفه وجميله. الجزر هنا هيتسلق، وبعد ما يتسلق يخش عمليه تبريد، يطلع معاك بوريه لطيف وزي الفل تعمليه ايس كريم. هي دي الفكره، سهلت عليك الموضوع. اسمحوا لي اطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هنشوف معلومه غير معلومه، افكار بسيطه وسهله او هتروحوا بعيد. تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بدايتنا هتكون طبعا مع طبق مكرونة لطيف وجميل. شخصيا فيه قيمة غذائية عالية جدا، بيساعد على هضم المكونات بتاعته، مفيش مشاكل من ناحية القولون. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. مكرونة بينا وطماطم طازة، مش هنعمل عصير طماطم ولا حاجه، طماطم طازه معانا. ومعانا بقدونس، ومعانا كمان شويه زعتر، وزيت زيتون وفصين ثوم. وزيت زيتون وفصين ثوم. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. والجبنه الفيتا معانا بسيطه وسهله. انا هعمل خلطه دلوقتي مع حضراتكم كده سريعا لطبق المكرونه ده كده واحنا شغالين مع بعض. حلو قوي. اول حاجه بنقطع الطماطم. والله الدنيا حلوه تشتري الطماطم الشيري الصغيره، ولكن انا مش بحبها، بحب الطماطم الطازه الحلوه دي كده. في طماطم صغيره شيري كده اهي، الطماطم بتقطع مكعبات كده بيبقى طعمها احلى بكتير. حبه تسلقيها او تحطيها في ميه مغليه وتقشريها، اهلا وسهلا. انا بقول لك على افكار، ولكن برضو انا بحب الطماطم كده اهو، تقطع مكعبات، بسهل عليك الموضوع. خرجنا من جو الموزاريلا والشيدر او الجبنه الكريمي، جبنه كده لطيفه حلوه بنجيبها، معروفه اسمها جبنه فيتا. هنجيب الجبنه دي معانا، ومعانا الطماطم بنقطعها مكعبات، بنعمل لها الخلطه الحلوه اللي انا هعملها دلوقتي. ومعايا ميه بتغلي على النار، هنسلق المكرونه دي تلات ارباع سوا. ادي الطماطم بالشكل ده كده، دول مش كفاية لأن طبعا طعم الجبنة عايزه هنا يبقى ظاهر. وتختار الطماطم الحلوة الطازة اللي بالشكل ده كده، بنحط الطماطم هنا. الله، ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده. بنحط عليها عود روزماري كمان واحد، ده روزماري على الطماطم يديها طعم حلو. دي الاكلات بقى السريعه السهله كده اللي انت واقفه في المطبخ بتتدلعي اخر الاسبوع وعايز تعملي حاجه حلوه. ده زعتر، شويه الملح الصغيرين،
شويه الفلفل على الطماطم، تبلت الطماطم انا كده لغايه دلوقتي. سنه بابريكا حلوه عشان تدي شويه ايه سبايسي. دي الطماطم كانك بتعملها سلطه. فص ثوم عليها برضو كانك بتعملها سلطه. هنحط زيت الزيتون ونقلب الخلطه دي كلها مع بعضها. هي كده سلطه من الاخر. حلو الكلام. قلبناها. بعد التقليبه الحلوه دي كده، الله حلوه قوي، سهله دي يا شيف. يعني ممكن اعمل سلطه الطماطم ادخلها على طبق مكرونه، ممكن. دي بساطه، سهوله، مرونه. ادي السلطه بتاعتي اهي. زيت زيتون تاني، بس ما تحطيش ليمون. زيت زيتون وزعتر. احنا ميعاد البرنامج بتاعنا الساعة 1 على القناة الأولى والفضائية المصرية في كل أنحاء العالم، احنا متشافين عشان في بعض الحبايب طبعا بيفتحوا التلفزيون يتابعوا البرنامج يتفاجئ إن أنا بقول إيه مثلا ليمون، يقول لك إزاي نحط ليمون على الجبنة والمكرونة وأقاويل. أنا بس بشرح كده علشان نبقى فاهمين الإيه الحكاية ماشية إزاي. حلو الكلام. آدي الكاسرولة بتاعتي، عندي الجبنة الفيتا، بسم الله الرحمن الرحيم أهيت. في منها طبعا السليم وفي منها المهروس كده. بناخد الطماطم دي نسقطها كده ونقلبها. هندخلها الفرن على فكره. ما تستعجليش على رزقك الله يرضى عليك. ما تقوليش الشيف بيعمل ايه. ناخد بقيه الجبنه. نعم ابن حلال تنفع. بيقول لي تنفع تتعمل بالجبنه القريش. شفت ازاي المخرج الشاطر بتاعنا؟ جبنه قريش تبقى زي الفل. ندوب الطماطم مع الجبنه والجبنه مع الطماطم وهندخلها الفرن. الطماطم دي تتشوي بقى مع الجبنه ونيجي نهرسها بعد كده. هتلاقي الطماطم دي دابت جوه الجبنه والجبنه دابت جوه الطماطم. المكرونه هنا اتسلقت تلات ارباع سوا. بناخدها بنقلبها على بعضيها وبألف هنا وشفا زي ما هي كده، زي ما هي كده. فين مكانها يا عم الشيف؟ اللهم صل على النبي. شفت ازاي المكرونه؟ دي مكرونه. هنسلق المكرونه ونكمل حكايتنا بعد كده. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله حلوه. المكرونه بتاعتنا جاهزه. الله شفت الحلاوه؟ بس دي مكرونه ساده ما فيهاش حاجه خالص. بصي لي بقى كده المكرونه هنعمل فيها ايه. المكرونه كده عايز اقفل المكرونه دي عشان اخلص منها لو تسمحوا لي يعني قبل الفاصل. ناخد المكرونه بتاعتنا. بص على الحلاوه، بص ايه الجمال ده، ايه تشوف التفاصيل، شوف التفاصيل. فين الطماطم؟ فين الطماطم؟ الطماطم دي كان من شويه لها شخصيه. مهروسه هريسه جوه الجبن. شوف الحلاوه. الله ريحه الروزماري، ريحه الزعتر. تنزل بقى لمين؟ ست مكرونه. يلا لا مش هتخش النار بقى تاني. نار مين يا غالي؟ ربنا يكفينا شر النار. نقلب. طبق مكرونه حكايه موسوعه. جربيها بالله عليك. بتحبيني؟ جربي الطبق ده كده وقولي رايك فيه ايه. جبنه القريش بتاعتنا بتاعت الريف المصري والصعيد المصري، هتفتفتيها تقطعيها مع طماطم مكعبات او طماطم كلكسيه. احنا بنتكلم بكل اللغات عشان الكل يفهمنا. ممكن حطينا عليها زعتر، حطينا عليها روزماري، حطينا عليها زيت زيتون، حطينا عليها توم، كل ده. وبعدين ندخلها الفرن تتشوي مع الجبنه. بعد ما تستوي مع الجبنه وتتهرس كده بنضيف لها المكرونه الحلوه. وانا ماسك المكرونه اهوت بضيف ايه الكميه اللي انا عايزها. عايزاها بقى كلها مكرونه حطي. انا بحبها دايما بتكون الجبنه والطماطم كتيره، انت العكس مفيش مشكله. هنغرف الطبق ده كده وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير عشان نشوف طبق مكرونه دلوقتي بسرعه. مخرجنا عايز ايه يشوف المكرونه عشان بخلصنا من حاجه. ده مكان الطبق ده.
اللهم صل على النبي. وحقوق الطبع لدينا وبس. بسم الله الرحمن الرحيم. ده سخن خلي بالك. بص على الحلاوة، بص على الشقاوة. مكرونة بجبنة الريف المصري الجميل والصعيد المصري، جبنة القريش بلاها موزاريلا غالية، بلاها شيدر غالية، بس تعملها بنفس مدرسة المغازي. ألف هنا وشفا. مطبخنا النهاردة بساطة سهولة مرونة. قدرنا نخش مطابخ العالم ونجيب التاكو المكسيكي ساندوتش بتوبنج مختلف بحشوات مختلفة للأطفال الحلوين، وكده وفرت عليك انك تروحي مطبخ مكسيكي او مطعم مكسيكي تدفعي مبلغ وقدره. عملنا طبق مكرونة جامد جدا، ما تقوليش طلياني ولا مكسيكي، طبق المكرونة ده مصري بخفة دم مصرية، الطبق المفضل للشيف المغازي. جبنا قريش قطعناها مع طماطم طازة من عند الراجل بتاع الخضار مع شوية ريحان شوية زعتر، دخلناها الفرن تشوت مع بعضيها، ضفنا عليها المكرونة المسلوقة بألف هنا وشفا. عملنا ايس كريم الجزر اللطيف الجميل الحلو، والطعم مختلف مع تفاصيل صغيره ولكن طعم كبير وشكل جديد. رؤيه فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.